طبعا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحمايه المواطن المصري من تبعات الازمه الاقتصاديه قرارات جريئه وجايه في وقتها. الراجل بيحاول يحمي المواطن المصري من تبعات الازمه الاقتصاديه اللي الدوله بتعيش فيها واللي طبعا اسبابها ازمه اقتصاديه على مستوى العالم. انا شايف ان شيء ايجابي ان هو يصرف الكم دوت خلال الفتره المقبله على المواطن المصري، سواء برفع الحد الادنى للاجور او توفير الحمايه للشركات والمؤسسات بالاعفاء الضريبي او رفع الحد الادنى للاعفاء الضريبي حفاظا على استمراريه هذه الشركات وحفاظا على استمرارية العمالة داخل هذه الشركات. قرارات فعلا جميلة جدا، قرارات اقتصادية ورفع المرتبات والمعاشات، قرارات فعلا جميلة جدا لكل الشعب المصري، هتساعد كتير قوي قوي مواطن محدود الدخل ومتوسط الدخل. طبعا اي قرار في صالح المواطن احنا بندعمه تماما. يعني طبعا قرارات سريعة وفورية عما أعلن عنه أمس في الخطاب بتاعه، فالنهاردة بدأت هذه القرارات بزيادة المرتبات والمعاشات وجميع العاملين حوالي 300 جنيه شهرياً.